توفي مدرب منتخب انجلترا الاسبق جراهام تايلور عن عمر ناهز 72 جراء نوبة قلبية. تايلور صنع اسما له في الكرة الانجليزية بعدما صعد بفريق واتفورد خلال 5 سنوات من الدرجة الرابعة الى الدرجة الاولى، كما حقق نجاحات مع استون فيلا حيث حل معه وصيفا لبطل الدرجة الاولى عام 90، قبل ان يشرف على منتخب انجلترا من عام 90 الى 93. تايلور اشرف كذلك على تدريب وولفرهامبتون، وكان لاعبا سابقا في فريقي غريمسبي تاون ولينكولن سيتي الذي بدأ مسيرته التدريبية معه بعد اعتزاله عام 72.